معي على الهاتف دكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين. اهلا بك يا دكتور صابر. اهلا بك يا فندم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم. واحنا يعني انا بتكلم عن نفسي بالاصاله عن نفسي، وبتكلم كواحد اعلامي، انا بعتذر للاطباء اللي كانوا في المستشفى شربين ولحضرتك ولكل اطباء مصر. قول لي الواقعه وانت شايفها ازاي. حضرتك سياده النائب، المفروض اي نائب مسؤول او اي مسؤول في حاسس ان هو عنده مسؤوليه امام الدوله لازم يجي الاول يتصل بالمدير او من ينوب عنه. انا ممكن اسهل له الزياره، وانا اتقبل اي وضع يقول عليه لو في مخالفات او في بعض السلبيات، ونتناقش فيها ونعرض الامر على المسؤولين، وهو يساعدنا زي ما حضرتك قلت في حلها. لكن كل انه يتهجم على المستشفى بهذا الاسلوب، هذا اسلوب غير لائق. اللي كان موجود المدير المناوب اللي بينوب عني في الفتره دي، واستدعيت له النائب المدير، يعني توقعت ان المشكله او ما فيش مشكله خالص، ده زياره نائب زي ما هو عرض، لان احنا ما نعرفوش بامانه، لان هو مش نائب تبع الدائره بتاعتنا، فده يعتبر شخص مجهول بالنسبه لنا. كان المفروض يعرف نفسه ويقول انا فلان الفلاني نائب عن كذا، وارجو من حضراتكم تعرفوني ايه اللي ناقصكم، وانا معاكم زي ما حضرتك. يا فندم ده مش نائب شربين، ده نائب بالقاس. يعني جاي نائب بالقاس، احنا معظم الدكاتره احنا ما نعرفوش، بقى لنا 5 سنين ما شفناهوش. يعني نعرفه منين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، الدكاتره اتصلوا عليه قالوا يا دكتور صابر احنا مش عارفين نتواصل معاه. واحد يا اخي زي ما حضرتك شايف في الفيديو بيزعق وبيتهكم على الدكاتره، وعامل له سلطه غير سلطه اللي هو جاي بيها، وهو سلطه رقابيه. انا المفروض كان يتصل عليه زي ما قلت لحضرتك، نجهز له زياره لو عايز يزور، نقول له ايه اللي ناقصنا، يساعدنا يدعمنا. وحضرتك لو انت شفت الفيديو اللي عامل بيه، انا شفته طبعا، شفته طبعا وبعرضه قدامك. تمام يا فندم. ملوش حق انه يزور مريض، المفروض يعرف هو هيروح فين، لان احنا بنحدد مكان ومسار للزياره عشان موضوع الكورونا، بنقول له خلي بالك لازم تبقى عندك الوقايات بتاعتك لابسها، انت جاي من بره ما نعرفش انت حضرتك مصاب او غير مصاب، بنحدد له الهدف اللي هو عاوزه. يا دكتور صابر، يا دكتور صابر، انا قبل انت ما تخش بقول في فهمي انا البسيط المتواضع، ان واحد داخل على مستشفى فيها مرضى اثناء الجائحه بتاعت كورونا ممكن يبقى عنده كورونا، فطالما دخل ده شروع في قتل يا دكتور. تمام يا فندم، تمام يا فندم. احنا بنحافظ عليه زي ما بنحافظ على المخالطين ليه او الناس المحيطين بيه. هو طبعا متخيل ان الموضوع دخول كده في اي مكان يزور، لا، احنا بنقول له في اماكن عندنا للعزل ممنوع الزياره فيها، في اماكن في حملات اشتباه ممنوع تقرب منها. احنا منظمين مسار لخط سير اي زائر بيجي، وناس فعلا بتلتزم بذلك. اللي احنا كاداره مستشفى، الطاقم الاداري موجود، الطاقم الطبي كله موجود على اعلى مستوى، من بدايه من رئيس العنايه المركزه اللي بيقول مش حد موجود، لكل التخصصات موجوده، التمريض، العاملين، كل الخدمات موجوده في المستشفى، ما فيش ولا مريض اشتكى له. المريض اللي كان طالع يزوره في البطنه ده حضرتك جاي من قريه تبع بالقاس. لو هو بيشك في الخدمه الطبيه المقدمه في المستشفى كان اولى بيروح مستشفى بالقاس. صحيح. المريض ده كان المفروض يروح مستشفى بالقاس اللي هي بلد سياده النائب. لكن احنا بنستقبل كل المرضى بما فيهم بالقاس وغير بالقاس، ده واجبنا تجاه الوطن وتجاه اهالينا سواء في اي مكان. يا دكتور صابر، هو من حق النائب او اي حد ان يخش المستشفى ياخد دفتر ويصور فيه بالتليفون ويذيعها على الفيسبوك؟ لا يا فندم، لا يا فندم، انا لو حضرتك في اخر الفيديو انا خدت منه الموبايل بتاعه وقلت له وقف التصوير، انت مالكش حاجه انك تصور، لان ده امن قومي، ده منشاه حكوميه، انت خدت اذن ولا لا؟ طب عملت في اجراءات قانونيه خدتوها يا سياده الدكتور؟ ايوه يا فندم، كلمت الدكتور سعد مكي بيه وكيل الوزاره، وكان معايا على الخط على طول الليل امبارح، وقدمت له مذكره، وكان معانا النهارده رفع ودعم للاطباء، جه النهارده الصبح في المستشفى ووقف في دارنا وقال انا معاكم. تواصلت مع النقابه، النقابه عملت تقرير بالحاله وشكلت محامين النقابه ورفعنا للنقابه العامه، وتواصلت مع اعضاء مجلس الشعب ان هم يدفعوا حاجه تبع النائب بتاع الدايره. عندكم قال لك ايه يا ريس؟ النائب بتاع الدايره طبعا كان معانا برضه في الوضع دوت، وقال ان احنا هنرفع مذكره مع النقابه وتقدم لرئيس مجلس النواب. أنا بشكرك جدا دكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين التي شهدت الواقعة التي نتحدث عنها.